السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لاحوال الطقس اذا ان شاء الله رمضان مبارك للجميع ربي قبل منا الصلاة والصيام والقيام ان شاء الله اذا نقدم لكم هاته النشرة الجوية الخاصة لاحوال طقس الجزائر يوم الخميس الواحد والعشرين من شهر ماي الفين وعشرين إذن البداية بالفترة الصباحية متابعينا الكرام ليوم الخميس حيث نتوقع أجواء صافية مشمسة على كل المناطق الشمالية للجزائر من منطقة الصورة بعض الغيوم التي ستشمل ولاية بشار وصولا إلى جنوب الأغواط والبيض أجواء صافية مشمسة على الأوراس وشمال الصحراء والواحات المناطق الجنوبية الغربية إلى أقصى الجنوب نذكركم متابعينا الكرام سحب كثيفة ستميز المناطق الجنوبية الشرقية مع تساقط الأمطار على مناطق جنوب ليش ورقلة حسي مسعود ومرتفعات الهجار والتصلي في الفترة المسائية اليوم الخميس متابعينا الكرام حيث نتوقع أجواء صافية مشمسة مستقرة على كل المناطق الشمالية للجزائر منطقة الأوراس وشمال الصحراء والوحات منطقة الصورة المناطق الجنوبية الغربية إلى غاية أقصى الجنوب نذكركم الأمطار ستبقى متواصلة على جنوب ولاية ورقلة بالإضافة إلى مناطق حسي مسعود مناطق أيضا شمال ولاية مراس برج بجي مختار بالإضافة إلى مرتفعات العقار وأيضا مناطق ولاية إليزي دبداب وجانات اذا هذه الامطار ستبقى متواصله ايام العيد بامطار غزيره على كل المناطق الصحراويه سنوافيكم بجديد احوال الطقس خاصه على المناطق الصحراويه اين ستعود الامطار بقوه وبسحب ستكون رعديه وامطار ان شاء الله اذن نمر معكم الى درجات الحراره اليوم الخميس متابعينا الكرام حيث نتوقع تسجيل درجه حراره وتبقى في ارتفاع محسوس شيئا فشيئا اين سنسجل ما بين 25 إلى 26 درجة على كل المناطق الشمالية الجزائر المناطق الشرقية الوسطى والغربية من منطقة الصورة لغاية شمال الصحراء والواحات ما بين 30 تقريبا إلى 35 إلى 36 درجة على مناطق شمال الصحراء والواحات المناطق الجنوبية سنسجل ما بين 37 إلى 40 درجة خاصة على ولاية أدرار بني عباس وصولا لليت شندوف برج برج مختار عين صالح بالإضافة إلى حسي مسعود ومرتفعات الهقار وطاسيلي وجانات إذن الرياح متابعينا الكرام اليوم الخميس ستكون في الموعد على المناطق الصحراوية ووسط الصحراء إلى غاية أقصى جنوب سرعة تاتي الرياح قد تصل إلى 35 كم في الساعة إذن متابعينا الكرام حيث نتوقع لزوابع رملية قوية وللملاحة والصيد البحر البحر سيكون هادئ وجميل والرأي الخضراء لكل الصيادين على كل الشواطئ الجزائرية إذن كل الخير نتمنى للجميع صحة فطوركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته